طبيعة الحال اليوم كان عندنا نشاط مهم وأساسي، وهو لقاء مع الصحافة في إطار ندوة صحفية نظمتها الكتابة الجهوية في موضوع الحصيلة العامة للنواب البرلمانيين في الجهة، وكذلك المستشارين الجماعيين في مختلف الجماعات الترابية الأخرى بما فيها الجهة. طبيعة الحال وقفنا على الملفات الذي اشتغل عليها البرلمانيات والبرلمانيون، اشتغل عليها كذلك المستشارون في مختلف تواجدهم في مختلف كذلك الجماعات، سواء في المعارضة سواء كذلك في التدبير. بالأكيد أن كانت الحمد لله حصيلة إيجابية، تقييم مهم وأساسي، وقفنا من خلاله على دور الكبير الذي يلعبه البرلماني والمستشارون الجماعيون لحزب العدالة والتنمية بالجهة. طبيعة الحال ملفات كثيرة، ملفات مهمة، قضايا أساسية، لا سواء فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية والشفهية، كان تقريبا الهيمنة الكاملة تقريبا أكثر من 80% من الأسئلة المطروحة في هذه الفترة الولائية كانت من طرف برلماني الحزب في الجهة. هذا النشاط اللي هو ندوة صحفية حول عرض شريط فيديو أو فيلم مؤسساتي عن أنشطة المنتخبين الحزب، سواء كانوا برلمانيين أو مستشارين بالجماعة أو بالجهة أو بالمجالس الإقليمية أو بالغرف المهنية، هذه خلاصة عامة لنشاط الحزب على مستوى لمنتخبي الحزب بصفة عامة على مستوى الجهة. ولكن إن شاء الله كل إقليم على حدة ستكون لنا فرصة للتحدث عن التفاصيل ديال، لأن من حق المواطنين الذين انتخبونا أن يعرفوا هذه الحقائق. وهذا لا يعني بأننا لا نتواصل يوميا وشهريا وسنويا مع الساكنة، كل حسب اهتمامي سواء كان برلماني أو منتخب. لا فعلا نتواصل، وأنا أتكلم الآن كمنسق ل المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالجهة الثلاث، جهة قلميم والعيون والداخلة. فعلا كاين مكاتب التواصل البرلماني، نتلقى ملفات، نعقد لقاءات مع الساكنة، مع الفئات، مع المهنيين، مع الجمعيات، نوصل أصوات الساكنة المحلية إلى قبة البرلمان في داخل اللجان، لأن الناس راهم يختزلون العمل البرلماني في الجلسة العامة اللي فيها مداخلة في دقيقتين أو في نصف دقيقة. لا، العمل البرلماني هو عمل لجان، العمل البرلماني هو عمل تواصل مع الهيئة التنفيذية، مع الهيئات، مع المؤسسات الدستورية في البلد على المستوى المركزي. العمل البرلماني راه التصويت اللي كيكون في الجلسة في خمس دقائق راه في داخل اللجان البرلمانية راه كنقضي فيه الليالي الطوال حتى الجوج ثلاثة ديال الصباح، يعني السوايع الطوال، ولكن يأتي للجلسة ويعرض في خمس دقائق، والناس تظن بأن العمل البرلماني هي خمس دقائق في الجلسة العامة. لا، هذا غير صحيح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.